اهلا يا حرب. ازيك يا ابو صلاح؟ شكلك لسه جاي من هناك على طول. جيت لك جري. طب تعالى قول لي، قلت العنتر اللي اتفقنا عليه بالحرف الواحد وكان ايه رد فعله؟ اتخض وبلم ووشه اصفر وبقت حالته حاله، بس عرفت حته الدين معلومه ما قدرتش اروح غير لما اجي اقولها لك الاول. ايه معلومه ايه؟ عنتر ورشوان وعزام اتضح ان هم مجرد واجهه لناس تانية كبار وما يقدروش ياخدوا اي خطوه من غير ما يرجعوا له. عدلي؟ لا، عدلي ده اتضح ان هو مجرد مرسال بينهم وبين الناس الكبار دول. يبقى المساله زي ما انا قلت لك، ده عالم كبير وله اسياد وملوكه، والاسياد دول ما يحبوش يظهروا في الواجهه خصوصا في لعبه خطره زي دي. الحكايه كده ابتدت تقلق يا عم صلاح. وانت ايه يقلقك؟ في الاول كنا بنلعب قدام ناس عارفينهم مظهرين قدام عينينا. عنتر ورشوان وعزام دول خلاص انا عارفهم وفاهمهم وحافظهم واقدر امن نفسي منهم، لكن الركب بقى على الناس الكبار اللي ظهروا قدامنا فجاه دول، هتقي شرهم ازاي يا عم صلاح؟ دي ناس لا عارفينهم ولا نقدر نوصل لهم، وفي نفس الوقت مضطرين نلعب معاهم. انت اصلك ما شفتش عنتر كان بيتكلم عنهم وكان عامل ازاي؟ ده كان مرعوب يا جدع، وقعد يقول للناس الكبار اللي ما بيرحموش، اللي مش عارف ايه اللي ابصر ايه وكلام كده يرعب. وبعدين بيني وبينك، انا نفسي الكيكه تطلع في العالي، مش روح هي اللي تطلع في العالي وقابل وجه كريم. شوف يا حربين، طول ما البضاعه تحت ايديك انت في امان، والناس اللي انت خايف منهم دول هم اللي هيحموك، لانك بقيت غالي عندهم قوي يا حربي، بملايين بتمن البضاعه اللي تحت ايدك. ما ترخص في نفسك يا حربي. شكلك كده واثق ان هم هيوافقوا على طلباتنا. ما عندهمش حل تاني. بحب فيك ثقتك في نفسك. ايه ده؟ مين اللي بيتصل بيه؟ دي دنيا. اه دنيا. ايه؟ طب وانت فين دلوقتي؟ طب اقفل، انا جاي حالا. في ايه يا حرب؟ زين خطب دعاء من قدام بيت دنيا ومش عارفين خدها وراح فين؟ عملتي كده ليه يا ضحى؟ نصيب. نصيب؟ بتسيبي اهلك وحتتك وتبقى نفسك وتقولي لي نصيب؟ بتضحكي عليا وتقولي لي انك شغاله في مستشفى وانت شغاله في كباريه وتقولي لي نصيب؟ بتتعري وبتتهزي قدام الرجاله وبتقولي لي نصيب؟ نصيب؟ زين انت اكتر واحد يا زين حاسس بيا. انا اتيتمت وانا عيله صغيره، فتحت عليا على مرات اب شغلتني عندها اقل من الخدامه، ويوم ما عودي شد رمتني في الشوارع لكلاب السكك عشان بس اجيب لها فلوس. اتلطمت من شغلانه لشغلانه لحد ما نسي بيا الحال في الكافيتيريا اللي انت عارف كويس قوي ايه اللي جرالي فيها. الكافيتيريا القبضايا اللي كانت مرات ابويا حتباني ليه بتراوي الفلوس. كنت عايز نعمل ايه يا زين؟ أرضى ونخر الكل ده. كان لازم أمشي، كان لازم أهرب من جو الزبالة اللي كانوا هيعيشوني فيه ده. مكانش قدامي حل تاني غير دنيا. أيوة دنيا هي كانت الحل الوحيد لكل اللي أنا فيه. تقومي تشتغلي في كباريه؟ كباريه يا دعاء؟ ده أنا طول عمري بقول البت دي بمية راجل، شافت قد ما شافت وقاست زي ما قاست، بس عمرها ما باعت ولا فرطت. برضه يا زين، امال اللي انا شفته في الكباريه ده كان ايه؟ احلام؟ تهيؤات؟ مقلت عليا زي ما انت عايز، بس في حاجه واحده بس لازم تبقى عارفها كويس قوي. الكباريه زيه زي اي حته تانيه. في الكافيتيريا كان في ناس عايزين ينهى يشوف لحمي، وفي الكباريه برضه كان في ناس عايزين ينهى يشوف لحمي. كل واحد يا زين. والفقر وحش، الفقر بيذل، وانا اتذلت كتير قوي يا زين قوي. طب ليه كدبت عليا وقلت لي انك شغاله في مستشفى؟ انت بالذات ما كنتش هقدر اقول لك. انت مش عارف انت عندي ايه يا زين. انت عمرك ما هتقدر تحس الاحساس اللي انا حسيته النهارده لما لقيتك بتبص لي في الكباريه وانا برقص. حسيت كاني سكينه واتغرزت في قلبي. كان اهون عليا ان انا اموت وما اشوفش البصه دي في عينيك. Thank you.
تصدقي وتأمني من الله. الدنيا دي أنا شفت فيها كتير قوي قوي وتبهدلت فيها كتير، بس كنت دايما صلب طولي، عمري ما كسرت. النهارده بس حسيت ان انا كسرت. معلش، ولكن اللي يكسرك يا زين حتى لو كنت انا، لا اعمل علي ان انا اموت قبل ما اشوف يوم زي ده. الصبر عليك بالموت. في حاجة كنت عايز اقولها لك من زمان قوي. عارفاها يا زين، عارفاها بس مش عايزه اسمعها دلوقتي. سمعها لي يوم ما تبقى انت وانا قدها، لحد ما يجي اليوم ده يا دعاء. انت زي ما انت، انا هفضل زي ما انا. وكباريه؟ ما انا قلت لك يا زين ان الكباريه ما يفرقش اي حاجه عن اي حته تانية. بس صدقني انا دلوقتي مطمنه اكتر، مطمنه عشان حاسه ان انا لو جرى لي حاجه هيبقى ورايا راجل شحم وجدع هيعرف يقبل حقي كويس قوي. الجدع ده هيبقى اسمه زين، زين العشقر. انا بس كل هم ان انا اطمن عليك يا دعاء. هتطمن، هتطمن عليا اكتر يوم ما تيجي تاخدني تخلصني من كل الهم اللي انا شايفاه ده. هيحصل، وحياتك انت لا يحصل، وقريب قوي كمان. يا سلام، يعني ايه ما بيردش؟ قلت لك كلمته اكتر من 20 مره تليفونه مقفول. يا اخي في حرب اللي يكون عمل فيها حاجه. لا ما تخافيش، هو زين صحيح دماغه ضربه وبيهيك زي الطور، لكن طيب وقلبه ابيض، مش هيعمل فيها حاجه. لا مش هتهون عليه. يا بختها لقيت اللي ما تهونش عليه. الدور والباقي عليا انا، بقيت بهون عليك قوي يا حربي. ايه الكلام الفارغ اللي بتقولي ده يا بت؟ يا اخويا بقول لك شخط فيا وزقني وقعني على الارض وانت مش فارقه معايا. يا خرابي عليكوا يا نسوان، يا خرابي. عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط. شفت ازاي بقى؟ مش فارقه معاك ازاي يا بيبي؟ عيب يا دندل اللي تقوليه ده، انت ما بتعرفيش غرامتك عندي ولا ايه؟ طب تصدقي وتؤمني بالله لو حد تاني غير زين كنت قسمته نصين، لكن زين يعني زين مننا وعلينا، بس ليك عليا هيبقى في بيني وبينه كلمتين كده بس على انفراد. اه منك انت، ما باخدش منك لا حق ولا باطل، وعارفه انك بتضحك عليا وبتسجدني، بس مش عارفه ليه بصدقك. بقول لك ايه يا دندل؟ قول. مش البيت هنا برضو في ميه سخنه؟ ايه؟ عايز تستحمى؟ عايز كوبايه شاي قبل ما اقع منك. ولا ما باخدش منك حاجه ابدا، اوامر وطلبات وبس. عليا النعمه حبيبه يا دندن. تسنيله. بقول لك ايه؟ بالمناسبه يعني في ايه بينك وبين عزام وعنتر؟ بتسالي ليه؟ اصل سمعت الليله عزام بيقول لعنتر انه مستني بس الظروف تخلص وساعتها هيشوف شغله معاك. هو قال كده؟ وقال كمان انه مش هيعديها لكم. هو كان بيتكلم عن ايه يا حارب؟ تاخديش في بالك، ده كلام في الهوا. لا مش عزام اللي اتقال عليه كده، ده سماوي عامل زي الجمل، يشيل يشيل وضربته القبر. ده شكلهم هم. اللي انت عملته ده زفت. مش وقته الكلام ده دلوقتي يا حبيبي. طب يا جماعه كويس ان احنا اطمنا عليكم، بالاذن احنا بقى. طب والشاي؟ شوفوا بعدين يا دنيا. ماشي يا حربي، بس بسأل عليا. حاضر. سلامة دعاء، الحمد لله على سلامتك. يلا. يلا. بقول لك ايه يا دعاء؟ عمل فيك ايه الواد ده؟ الله؟ ما ترد يا بنت. مش هتبطل الجنين بتاعك ده زين؟ ما هو انت لو كنت اثرت دنيا عنده عامل اول ما كانش كل ده حصل. مش انت اللي جبتها ورجعتها لدنيا بنفسك؟ عايزني اعمل لك ايه؟ ارميها في الشارع؟ ولا اوديها العيشة ولا اسربها زي القطط؟
طب اركب اركب فانيلتك الكحلة دي اركب. عايز افهم انت مضايق نفسك ليه دلوقتي؟ عليا النعمة البت دي قاعدة طلعت دماغ اكبر منك وبتفهم عنك كمان. عم شوف نفسك وخليها تشوف نفسها، ولما الكيكة تطلع معاك على العالي بقى اعمل اللي انت عايزه. دعاء دي غير دنيا خالص يا حربي. دي ملهاش في جو الكباريهات ولا رزالة الزباين. يا عم هي عارفة بتعمل ايه كويس. بعدين انا عايز اقول لك على حاجة. الست لو عايزة تعمل أي حاجة هتعملها، حتى لو قافل عليها بمليون قفل. ولو ملهاش مزاج، والله لو في وسط مليون راجل ما حد هيقدر يقصبها على حاجة. روق زين. روق كده وفكها. مش هعرف يا حربي، مش هعرف غير لما اخرجها بره الكباريه ده خالص. يا دي دعاء وسنين دعاء اللي هتجيبنا ورا دي يا زين. بحبها يا اخي، بحبها يا حربي. انت عمرك ما حبيت يا اخي؟ حبيت؟ ما انا بحب اهو يا ابني. بحب دنيا وبحب انشراح وبحب اي ست حلوه تقف في طريقي. بس اقول لك على حاجه، ولا واحده فيهم تقدر تخلي حالتي زي حالتك كده. يبقى انت عمرك ما حبيت يا صاحبي. خرب عقلك يا زين. ساعات دماغك بتبقى كبيره وتقول كلام يوجع.